السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلابي طلاب الصف الثالث الاعدادي؟ ان شاء الله النهارده هنبدا اول دروس الجغرافيا الوحده الاولى قارات العالم. تعال نتكلم مع بعض كده قبل ما نبدا عن الدرس. المحتوى بتاع الجغرافيا اللي هندرسه السنه دي بيتكلم عن ايه؟ قال لك ان انت عندك في الوحده الاولى 3 دروس وفي الوحده الثانيه 3 دروس. الدرس الاول في الوحده الاولى اسمه قارات العالم الموقع والمساحه، والدرس الثاني تضاريس العالم، والدرس الثالث المناخ والنبات الطبيعي في العالم. بعدها هننتقل للوحدة الثانية، والدرس الأول بيتكلم فيها عن السلالات البشرية، وهنعرف إن إحنا عندنا سلالة كوكازية وسلالة زنجية وسلالة مغولية. وفي الدرس الثاني هنتكلم عن توزيع السكان في العالم، والدرس الثالث خصائص سكان العالم. الدروس بإذن الله هتبقى بسيطة جدا، عايزكم تتابعوا القناة وما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك، واللي أول مرة يدخل القناة ما ينساش يعمل اشتراك للقناة، عشان ان شاء الله هتلاقي كل المنهج جغرافيا وتاريخ على قناة التفوق في الدراسات. ويلا نبدأ على طول الدرس الاول قارات العالم الموقع والمساحة. طبعا كلنا عارفين ان احنا عايشين على كرة اسمها الكرة الارضية، ومساحتها 510 مليون كيلو متر مربع، مساحة كبيرة جدا. مساحة كبيرة. في الصورة اللي احنا شايفينها هنلاقي ان كوكب الارض عبارة عن 70.7 مية و29.3 يابس. يعني باختصار المية حوالي 3 أضعاف اليابس، واليابس هي الأرض اللي بنعيش فيها كلنا عارفين اللي هي القارات. تعالى نفتكر بقى مع بعض كده إن معظم اليابس عبارة عن قارات، وبنفتكر من زمان إن إحنا عندنا قارات عالم قديم، أنا سامعكم بتقولوها آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقارات العالم الجديد أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا وانتاركتيكا او القارة القطبية الجنوبية. يا مستر، احنا دلوقتي فاتحين الكتاب وشايفين ان في كل مساحة لكل قارة، هل احنا مطالبين بيها؟ لا، دي للمعرفة بس لازم نقولها برضك عشان تبقوا عارفين مين اكبر القارات ومين اصغر القارات. هنبدأ باكبر قارة وهي قارة اسيا، ومساحتها 44 مليون كيلو متر مربع و2 من عشرة. بعدها قارة افريقيا 30 مليون كيلو متر مربع و3 من عشرة. بعدها قارة أمريكا الشمالية ومساحتها 24 مليون كيلو متر مربع و2 من عشرة. أمريكا الجنوبية بتحتل المرتبة الرابعة في المساحة ب17.8 مليون كيلو متر. بعدها قارة انتاركتيكا، ودي القارة القطبية الجنوبية، ومساحتها 12 مليون كيلو متر مربع و3 من عشرة. طب يا مستر، القارة رقم 6 هي قارة أوروبا ومساحتها 10 مليون كيلو متر مربع ونص. آخر القارات، وهيجي لنا سؤال في الامتحان، مين هي أكبر قارات العالم ومين هي أصغر قارات العالم؟ أصغر قارات العالم أكيد كلكم قلتوها هي قارة استراليا. وزي ما اتكلمنا عن اليابس اللي مساحته 29.3 اللي هي القارات العالم القديم وقارات العالم الجديد، هنتكلم عن الماء اللي طبعا مساحته 70.7 وبيتمثل في المحيطات، وهنتكلم مع بعض أكبر المحيطات وأصغر المحيطات، ودي مهمة جدا. أكبر المحيطات مساحة هي المحيط الهادي ومساحته 166 مليون كيلو متر مربع. يليه المحيط الأطلنطي 86 مليون كيلو متر مربع ونص. يليه المحيط الهندي بمساحة 73 مليون كيلو متر مربع ونص. وبعديه عندنا محيط اسمه القطب الجنوبي ومحيط اسمه القطب الشمالي. القطب الجنوبي 19.5 والقطب الشمالي 14 مليون. اكيد انتوا فهمتوا معايا مين اصغر المحيطات ومين اكبر المحيطات. اصغر المحيطات هو المحيط القطب الشمالي، لكن اكبر المحيطات المحيط الهادي. يبقى نحفظها مع بعض، هادي اطلنطي هندي، هادي رقم 1، اطلنطي رقم 2، والهندي رقم 3. دلوقتي هنفرق بين الموقع الفلكي والموقع الجغرافي، وده من سنة اولى اعدادي كلكم فاكرينه. الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول، زي ما قلنا ان العلماء لقوا ان مساحة الارض كبيرة جدا فبدأوا يقسموها. طب يقسموها ليه؟ عشان يحددوا المكان والزمن، ده بالنسبة لخطوط الطول، ولتحديد المكان
والمناطق الحرارية ده بالنسبة لدوائر العرض. يبقى كده أول ما أقول لك خطوط الطول دوائر العرض يبقى ده موقع فلكي. تعال بقى عند الموقع الجغرافي، وقلنا إن الموقع الجغرافي اتخيل أي حاجة جنبك. يعني يا مستر دلوقتي احنا بصينا على خريطة مصر، خريطة مصر يحدها شمالا البحر المتوسط، جنوبا دولة السودان، وغربا دولة ليبيا، وشرقا البحر الأحمر. يبقى هنا احنا عايزين نعرف موقع المكان، سواء كان جنبنا دولة أو قارة أو أماكن تانية زي البحار والمحيطات. يعني باختصار الموقع الجغرافي هو موقع المكان سواء كان قارة أو دولة أو غيرها بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات ودول مجاورة. هنتكلم دلوقتي عن أول القارات، وهي قارة آسيا، ودي أكبر قارات العالم مساحة. الموقع الفلكي تمتد بين دائرة عرض 81 شمالا حتى 10 جنوبا. هتقولي يا مستر مش فاهم، أقولك دلوقتي احنا نتخيل ان الأرض قسمناها نصين، وانتوا أكيد عارفين ان في دايرة اسمها دايرة الاستواء. دايرة الاستواء درجتها ايه؟ صفر. هنطلع كام درجة بقى؟ هنطلع 81 درجة. ومن هنا من 81 ده كده شمالا، يعني شمال الكرة الأرضية، يعني في الجزء اللي فوق، هنلاقي كده بداية قارة ايه؟ آسيا. يبقى هي تمتد بين دائرتي عرض 81 شمالا. طب هننزل لغاية فين يا مستر؟ هننزل لحد 10 جنوبا، يعني هنعد صفر من دائرة الاستواء وهننزل 10 درجات، يبقى من 81 ل 10 كل ده مساحة قارة آسيا. طب خط الطول، افتكر معايا كده في لندن كان في مؤتمر اتعمل وكان موجود في قرية جرينتش، فسموه خط جرينتش. وخط جرينتش عشان تبقوا فاهمين يا جماعة هو بيفصل بين الشرق والغرب، يعني هو بيقسم نصف الكرة الأرضية شرقي وغربي، لكن دايرة الاستواء هي طبعا بتفصل شمال وجنوب. هنعد كام درجة بقى؟ قال لك خط جرينتش درجته صفر، هتعد 26 للشرق، يبقى كده من صفر ل 26، يبقى كده انت فين؟ في قارة آسيا. طب تعالى في الغرب لحد 170 غربا، يبقى كده قارة آسيا من 26 شرقا ل 170 غربا، دي كلها مساحة قارة آسيا. والموقع الفلكي افكركم تاني، 81 شمالا 10 جنوبا، خط الطول 26 شرقا 170 غربا. كده احنا خلصنا الموقع الفلكي. هنتكلم دلوقتي عن الموقع الجغرافي، وكله يركز معايا في الخريطة. لو بصينا على قارة آسيا هيحدها شمالا المحيط القطبي الشمالي، ويحدها جنوبا المحيط الهندي زي ما شايفين كده، شرقا هنلاقي المحيط الهادي، وغربا هنلاقي ثلاث حاجات: البحر المتوسط والبحر الأحمر وقارة أوروبا. انتوا شايفين كده ان قارة آسيا يحيط المياه من كام جهة؟ تعال نعد مع بعض: المحيط القطبي الشمالي، المحيط الهادي، والمحيط الهندي. يبقى كده انا شايف يا مستر تحيط بها المياه من كام جهة؟ من ثلاث جهات. وده طبعا عشان جهة الغربية هنلاقي فيها قارة أوروبا، ودي طبعا يابس، فمش هينفع نقول يحيط بها المياه من أربع جهات. تعال بقى لأهم النقط اللي هنتكلم فيها عن قارة آسيا. قالك يفصل آسيا عن أوروبا جبال اسمها جبال الأورال. لو بصينا في الخريطة هنلاقي، لو انت رايح على قارة أوروبا هنلاقي فيه حدود طبيعية اسمها جبال الأورال، وده حد منيع يفصل بين قارة آسيا عن قارة أوروبا. يفصل بقى آسيا عن أفريقيا، لو احنا بصينا في الخريطة آسيا وأفريقيا اللي بيفصل بينهم البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء ومضيق، لو انتوا ركزتوا خد نفس سنة تانية إعدادي، اسمه باب المندب. يبقى يفصل آسيا عن أفريقيا البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء. طب تعالى نشوف مع بعض كده سؤال بيجي كل سنة، وهو أكبر بحر داخلي مغلق في العالم. وإحنا عارفين إن البحر المغلق هو الذي لا يتصل بأي مسطح مائي، وهو بحر قزوين. طب يا ترى في شبه جزيرة موجودة في آسيا؟ قال لك شبه الجزيرة، عندنا شبه جزيرة الملايو وشبه الجزيرة العربية. يا مستر أنا شايف في الخريطة جزر كتيرة، تعال نحفظها مع بعض. عندنا جزر أندونيسيا وجزر الفلبين وجزر اليابان. هنتكلم دلوقتي عن ما المقصود بالدول الجزرية. من اسمها دول جزرية، يبقى هي الدول التي تتكون من جزيرة أو أكثر، وقد تكون جزءا من جزيرة. كده احنا خلصنا قارة آسيا. تعال نسأل مع بعض كده ونشوف فهمنا الأسئلة اللي ممكن تجينا في قارة آسيا. وأهم سؤال بيجينا، أكبر بحر داخلي مغلق في العالم، أنا سمعكم بتقولوا بحر قزوين.
اهم شبه الجزر موجودة في اسيا، شبه جزيرة الملايو ودي بتفكرنا بدولة ماليزيا، وشبه الجزيرة العربية اللي هي السعودية. ويفصل اسيا عن اوروبا جبال الاورال، ويفصل اسيا عن افريقيا شبه جزيرة سيناء والبحر الاحمر ومضيق باب المندب. اتمنى نكون فهمنا قارة اسيا. هنبدأ دلوقتي قارة افريقيا. الموقع الفلكي لقارة افريقيا تمتد بين دائرتي عرض 34.5 جنوبا و37 درجة ونص شمالا، وخط طول 17 غربا حتى 51 شرقا. وده سؤال ما بيجيش في الامتحانات، بس تبقوا عارفين خطوط الطول ودوائر العرض. الموقع الجغرافي، نبص مع بعض على قارة افريقيا، هنلاقي يحدها شمالا البحر المتوسط ويفصلها عن قارة، انا سمعكم بتقولوها قارة اوروبا. قارة افريقيا شرقها هنلاقي البحر الاحمر والمحيط الهندي، غربا المحيط الاطلنطي. تعال بقى نركز على الجزر اللي موجودة في قارة افريقيا، وهنلاقي ان اهم جزيرة هي جزيرة مدغشقر وجزر القمر. يبقى كده نفهم مع بعض ان الجزر موجودة في قارة افريقيا بس بنسبة قليلة، يبقى تقل بقارة افريقيا الجزر، اكيد العبارة هتبقى صحيحة. هندخل على قارة جديدة وهي قارة اوروبا، والموقع الفلكي بين دائرتي عرض 36 شمالا حتى 71 شمالا، يعني معنى اصح قارة اوروبا تقع في نصف الكرة الشمالي 36 ل 71، لكن خط الطول من 66 شرقا لغاية 45 غربا. الموقع الجغرافي لقارة اوروبا يحدها شرقا قارة اسيا، ويحدها غربا المحيط الاطلنطي، وشمالا المحيط القطبي الشمالي، وجنوبا البحر المتوسط. تتميز سواحل قارة اوروبا بالتعرج وكثرة الجزر. كلمة التعرج التعريج دي معناها الانحناءات. هنلاقي ان طبعا قارة اوروبا فيها انحناءات كتير، وده ساعد على انشاء المواني الطبيعية. من هنا احنا كده خلصنا الجزء الاول في الدرس الاول، قارات العالم، الموقع والمساحة. اتمنى نكون فهمنا الدرس ونطبق عليه عشان نبدأ تكملة للدرس وباقي القارات. كان معاكم مستر اسامة محمود في قناة التفوق في الدراسات. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ولايك، واللي أول مرة يشوف القناة بتاعتنا ما ينساش يعمل اشتراك. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر